هذا البرنامج برعاية زين، سامسونج، الخياط للسيارات، سواتش، كامبينسكي. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني؟ زمان ما قعدنا هيك بالبيت يا بيبي. مع اني لسه زعلانه انه انت مسافر بعد شهر. يا ستي كل شهر كل شهر، يعني انا زعلان كمان، بس غمض عين فتح عين بتلاقي الحياه مرت. ما بدي هيك يعني؟ هذا شهر هيك؟ مين؟ ماما. الو. ماما حبيبتي. موعد شو؟ طب خلص ما تقلقي، مش مشكلة، ما تقلقي يا ابو دور. لا لا خلص بدبر حالي، انت ما تقلقي، طمنيني بس. اوكي. تصبحي على خير. اوكي حبيبتي، باي باي. شو صاير؟ ماما عندها موعد دكتور اسنان بكره. ما رح تقدر تاخذ بدور. شو بدي اعمل؟ اخذ اجازه بكره؟ تاخذي اجازه؟ ما انت مالكيش يومين مداومه، ولا من اولها نبلش هبل. طيب احكي مع ستها. حبيبي ما هلا ستها حكت ما بتقدر. ايش مالك؟ طيب احكي مع ستها الثانيه اللي هي والدتي. عارفه انه قصده عن امه اللي هي ستها الثانيه، بس عم بستعبط، بحاول اتغاضى عن الموضوع، بلكن حلق للفكره. انا بعرف انك تستعبط، خلص ما لقت، ما انا فاهم انك بتكيش تترك البنت عند امي. اسلوب استهبال وخشيت لي في نظريه مؤامره سيبك. نظريه مؤامره؟ ولك امك هي مؤامره بحد ذاتها. خليك على الطاطي. شو الصفنه اللي صايبتك هاي؟ كلها امي ولا شو؟ هي بعبع كاينه امي. لا بس لانه يعني حرام مش مخبريها، بلكن مشغوله مش فاضيه، بديش اعجقها، ما بحب اعجقها. طيب بسيطه، هلا بحكي معها ونخلص. بسيطه. ها هي في موبايل. على فكره انا مش لئيمه، يعني مش بدي احرم البنت من جدتها الثانيه اللي هي ام رجائي، ام جوزي ما هي بتضل. بس انا بكره لما هي تخرب كل السيستم اللي عملته لبودور. انا عامله سيستم معين لبنتي يا اخي، انا بعرف بنتي واحتياجاتها. بنتي من فلذة كبدي. يا الله يا الله يا ماما، كل هالقد بدك يا الله تحبي بودور، كل يوم تيجي كل يوم تيجي يا الله. وبدك تيما تكون مرتاحة كمان بالشغل. يا الله يا الله. لا يا ماما مش كل يوم راح نجيبها، خلص هو بس بكرة وبس خلص. ايوه بقص ايدي اذا انبسطت، بقصها ايدي. انا متأكدة انه مسحت في كرامة الارض لاني راجعة على الشغل. كل شيء تمام. ما يعني لو تسمع الفرحة والزغاريد. انبسطت؟ كتير كتير، واصطهجت. حاسس بعد المكالمة عندي حموضة هيك. أنا مش فاهم شو مشكلة أمي. ما شاء الله مربية أجيال، هيها ربت اثنين من أجمل ما يكون، أنا وغنوة. ما شاء الله بيرفكت. بيرفكت؟ راحوا عشان الإنصاف، يعني يمكن أكون أنا شوي أكتر بيرفكت من غنوة، يعني عشان حلال أنت حرام. أوه.
دكتور. حبيبتي أنا آسفة حبيبتي إني رح أضطر أتركك عند ستك الثانية، بس مضطرة. لقمة العيش صعبة يا بنتي. إذا حكت لك ستك إشي زعلك أو ضايقك اعملي حالك مش سامعة. أنا هيك بعمل دايما. هيها جاهزت لك. تمام. طيب أنتي خليني أقوم أنا. طب اشربي لك فنجان قهوة قبل ما تروحي على الشغل. يا ريت، متأخرة ما بقدر. تلحقي الشغل اللي تركة بنتك عشانه. غنوة صباح الخير حبيبتي. أنتي هون؟ أنا هون. اليوم ضيفتنا بدور عشان إمها بدها تروح على الشغل. نفس عميق. امسكي أعصابك. اعملي النصيحة اللي قلتيها لبنتك بدور واعملي حالك مش سامعة. انت مش رايحة على الجامعة طيب غنوة؟ لا، عندي محاضرة مش كتير مهمة. هلا نيمتها، ما صدقت وانيم. هيا حبيبتي ديري بالك شوي شوي. طيب انت عشان ما يعني كل اشي موجود، كل اشي جاهز بدك اياه عشان تتها مرتبة، فيها اكلها، فيها كل اشي، بس اهم اشي ما تطعميها اشي من برا الشنطة. انا عملت لها نظام غذائي معين. الموضوع مش بالاكل، الموضوع بالجينات. تلاقيها طالعة لأبوها حبيب قلبي بياكل كل اشي، ولأمها ما بتخلي بنفسها اشي. انا بخليش اشي بنفسي على فكرة. انا مش ناصحة، انا حجمي كتير طبيعي. انت خلفتك المسلوعة، اولادك مسلوعين، انا شو دخلني؟ تقارنينيش فيهم. يلا باي 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 غنوة. باي. شوفي شوفي شوفي، كل الخبابيس اللي بتقراها بالكتب حطيت لي اياها وبتسميها اكل. اما جيل ماسخ. تتمسخري؟ والله ما حكيت ولا اشي. يلا يا تيتا كلي اكل تيتا اللي بشهي بدل اكل المستشفيات تبع امك. يلا 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 تيتا، يلا يلا حق. اهلين سنة. لا قاعدة بالبيت. هو الفطور اليوم؟ شوف 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 حيوانات طالعين يفطروا بدوني. مهنات؟ شيخ الشباب، شيخ الشباب. شو مالك زي قرصتك عقربك؟ أنا؟ ولا إشي. قلتي إنك مش رايحة على الجامعة اليوم. ليه؟ اتصلت فيي سنة ناسيني معزومة على الفطور عندها، وبدي أروح لي ساعتين وبدي أخلي بدور عندك تديري بالك عليها. ماشي من عيوني. يغدي أكالي. ديري بالك عليها. ماشي ماشي. شوفي حلو صح؟ شو رأيك نطلع مشوار مع عم توتي؟ بس أنا فهميني، رجائي جوزك كيف يفكر؟ كيف بيسافر بتركك هيك مع بدور لحالك؟ كيف بدك تتصرفي؟ أنتي اسفين يا بنت، ما بتتغيري؟ بعدين رجائي يعني مش كتير حامل عني هم بدور صراحة، يعني من الآخر أنا بعمل كل إشي لبدور. بعدين كله شهر أهلي بيساعدوني. قهرتيني يا توتو. أهلي بيساعدوني، ما أنا أهلك، ما أنا جارك، ما أنا
بيتي في بيتكم لزق بلزق. كم مرة جبت لك شيبس ولبنة؟ علبة اللبنة هذاك اليوم ثلاث مرات جبت لك لبنة. آخر شيء تقولي لي أهلي بيساعدوني، أنا بساعدك، أنا بساعدك يا توتو. صالح طرطشتني، بزاقتك أكلتها. صديتي نفسي. بس هي لو نادرة ترجع بالسلامة، يعني اشتقنا لها، خليها تطبخ لك على الأقل، أخذ هذا الهم عجنب. أنا اشتقيت لنادرة حبيبتي، هاي شقفة من روحي. انتوا ادعوا لي ما اضطر اترك بنتي عند حماتي هاي الفتره، لانه هلكتني اليوم اول يوم بترك بدور عندها. اول يوم بلشت تلقحني حكي. صراحه مكاني مكانك ما بتحمل، انا ما بتحمل هاي القصص بالمره. انت مجوجو لها على التلقيح؟ ما هي بتتعيش عالة. ليش يا توتو ما نطلع رحله نستغل انه رجاء هي مسافر، نهش سابك رشاي على الحطب، نتصور ناخذ سلفيات. انت صالح وانت بتاكل بتفكر في الاكل؟ يا ريتك بس شوي شوي قليلا يعني بتفكر بالشغل. هيك عسيرة الشغل، حضرت لي المعلومات اللي طلبتهم عن الاونلاين ستارز؟ معاكي بس سامع صوت، في حدا بيطلب النجدة؟ معتز، معتز بيطلب المساعدة. معتز وينك؟ وين عالقاد؟ الباب سكر على مكتبك. انا ما سمعت اشي. بعدين هو معتز مداوم؟ انت عبيطة، ضلك على الخس، انت خسخسي بس فنك مسلوعة. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. خلص يا جماعة، خلص خلص يلا. غنوة، يا اختي غنوة، مين الكتكوت اللي معك؟ بنت اخوي بدور. ما اسكار، طب خلينا نصورها سناب شات. هاتي موبايل. لازم نصورها. يلا صح. كنت بدي اسال، شفت صورتكم على الفيس مع مهند؟ وانت وين بتعرفي مهند؟ ومالك احمريتي وصورة تكنيكالر؟ بعرفه. ولا اشي، كان معنا بس هلا راح على محاضرته. جد؟ محاضره شو؟ علوم عسكريه. لازم اروح الحقها. بس مش انت ما عندك محاضره؟ يلا امسكي، خلوا بدور معكم قبل ما اخلص. ماشي، ديري بالك عليها. صباح العوض. زلمة زهقت من الخسارة يا زلمة. زلمة انت حمار، تعرفش تلعب. ايه. تعلم تعلم بالكفزة. زلمة عين على حظه. ماشي يا تيمة، بتفضلي غنوة على أخوك يا عوض. توكل يا عوض. ألو تيمة. عوض من وين عم تحكي؟ يعني من وين بدي احكي؟ شو هالسؤال التافه؟ من تليفوني، ما شفت الرقم. يا الله ما ازنخك على هالصبح. حدد موقعك هلا. بالمدرسة. من وين هاي الموسيقى جاي؟ ما هم بالفرصة بحطوا لنا اغاني. هسا فكك مني وقولي لي، بذور شو بتسوي مع غنوة بالجامعة؟ ولا بس عشان عمتها؟ طب ما انا خالها والي حق فيها، وبدي اوريها لاصحابي. عوض شو عم بتخبص؟ بدور عند حماتي. متأكدة؟ طبعا متأكدة، ما انا امها حبيبي، ولا شايفني اجر طاولة؟ انت اجر طاولة ما اختلفناش. نعم؟ ايه ولا شيء. طب افتح الواتساب. شو لسه متأكدة؟ عوض باي باي. الو رجائي الحق، غنوة ماخذة بدور على الجامعة، والبنت صورها على الفيسبوك ومن ايد لايد زي تقول عاملينها لعبة. طولي طولي بالك، اكيد انت فاهم الموضوع غلط.
أطول بالي، أطول بالي رجائي، أطول بالي. اسمع رح أنجن. إيش الإشي الغلط؟ الإشي الغلط الوحيد إني تركتها عند أهلك ورضيت ورديت عليك. تحرك هلا، روح جيب لي بنتي، بدي بنتي رجائي هلا. ماشي ماشي يا تيم ماشي. رجائي لساتك عم تحكي معي؟ مش عم بسمعك وتطلع. هلا بطلع يا تيم، توكل على الله. طلعت رجائي؟ طلعت انت؟ خلص 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 يا طالب. اه طالب طالب. يلا باي. انا بورجيك يا غنوة. جيت أب مكاني. لا هذا مكاني. إيه مهند أنت هون؟ أنا هون بس ما رح تبدأ على تليفونك؟ سوري. Don't worry. ما تردي عاد. طيب شو الأخبار؟ لا هينا. وأنا كمان هينا. خطك حلو. جنن. كيف خطك أنت؟ يعني عفشيكة. ما 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 تحرناش زي ما عبد. استني هيك. لا يا بابا لا لا يا بابا لا 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 يا بابا. وين غنوة؟ مين غنوة؟ ليش يا اختي بتحكي هيك كأنك قرفانة؟ اختي لاطتك البيبي. مو غنوة اختي، اختي ياسمين. مين ياسمين؟ ما دخلني انا ياسمين، هيا هون هي اعطتني اياها. خلص يا بابا خلص. خذ لعبتها. خذ لعبتها كمان. اه باخذ لعبتها يا اختي. الله يلعن ابوها لربتك يا بابا حبيبتي. لا 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 يا بابا. تعال نشوف ياسمين. وين غنوة؟ عفوا مين انت بعدين؟ مين غنوة؟ شو الجيل هذا وانا جاي ضبطك؟ اختي. ها؟ تفضل. ايش هي شو قصدك تفضل؟ يعني انت اللي تفضل. اه انت قصدك انه انا اتفضل؟ اه حبيبي الله يزيد فضلك. وين بدور؟ وين بدور؟ زين بنت اخوي بدور وين؟ شو بعرف فيها بدور؟ اتركتها. رجائي حبيبي شو جابك هون؟ أنا شو جابني هون؟ بنتي شو جابها هون؟ جبتها أعرفها على صحباتي. صحبات مين؟ ما حدش عرفك. أي صحبات؟ مين هاد؟ هذا مين؟ مهند. مهند مهند زميلنا بالبيت. آه لهجة مهند عادي. آه شو حبوبة بغطي مع صحباتي؟ بترجع بتقولي صحباتي ولك مش حدا عرفك إلا مهند. لا تمام تمام. أمك تعرف المهزلة هاي؟ يلا 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 قدامي قدامي يلا يلا. طب وين وين لسه بكير؟ خليني اعزمك على شيء بكير. امشي يلا امشي يلا ما علي يا جماعه. باي بجول. باي باي غنوة. يلا 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 يلا. خدي امسكي خدي شوي شوي عليها.
كفيش ضيعتيها في الجامعة. تصرفاتك هاي الغبية لا تعيديها، عمرك ما تاخديها معاك على محل بدون هاي. بس بس حبيبتي بس 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 معلي معلي بابا زينك اليوم معلي معلي حبيبي بس بس أنا مش راح أجيب سيرة لحدا، وأنت مرة تانية ما تطلعيها من البيت تطلعي لها بلا هاي. يا أختي يا أختي بس شاطر تقعد تتزلمن علي أنت، نفسي أعرف ليه هالقد بتخاف من مرتك. مرتي اللي بتحكي عنها هي أمها للبنت هاي. أنت أنت هبلة، نحني ما حكيت لأمك. روحي 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 امشي 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 ماشي. رجائي آتيمة. لا لا هيني وصلتهم على البيت، بدور وغنوة الأمور كلها تمام. كل ما في الموضوع غنوة كانت حابة تأخذ بدور يعني جولة في الجامعة تعرفها على صاحباتها، وظلت معها طول الوقت كمان الحمد لله. لا تمام تمام الحمد لله حبيبي. اسمع كنت كتير خايفة خصوصي لما شفت صور بنتي على الفيسبوك مع ناس ما بعرفهم. لا 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 كله كل طول الوقت ظلت اصلا هي مع غنوة يعني ما في شيء مخوف. طيب اسمع خلص انا بخلص وبروح باخذها اوكي. لا انا مشتاق لماما فانا ان شاء الله بروح اجيبهم. انت ارتاحي. ليش انت ما شفت امك؟ لا ما انا كنت مستعجل بدي اروح على الشغل مستعجل. يلا باي. طلعنا. هلو تيتا شو؟ ان شاء الله ما غلبتك بدورة. لا حبيبتي ملاك. شو عملتوا؟ ايه ولا شيء. انت كيف كانت طلعتك؟ سمعت لك هالخبر؟ عن جد الدنيا هاي صايرة غريبة عجيبة. شو؟ بتتذكري هاي اللي اسمها صافي ولا صوفي ولا صوفيا؟ ايوه اللي حضرنا عرسها بالاوتيل مكلف له شيء 400,000 بين الورد جايبينه من اسبانيا والكيكه مش من عارف وين اتطلقت. لا لا اتطلقت. ليه؟ مش عارفه هي علشان اشي على هذا على الفيسبوك على النت هذا اللي اشي ستورز ستاتوس. ايوه اتطلقت عشان فيسبوك ستاتوس. تخيلي. والله ما هو قليل هالفيس بس ما بتقدر تستغني عنه. ايش حبيبتي؟ شو تيتا؟ انت امك جاي. تخيل باي. وين رايحة؟ على شو مستعجلة؟ روح اجيب بدور من بيت حماية، صراحة مش متحملة اتركها هناك اكثر. يلا باي باي. بورجيك يا غنوة. يما خفت. شرفت رجائي. مرحبا يا جماعة. كيف حالكم؟ بنتي علي نايمة حبيبتي. سوري. بيبي حبيبتي نايمة بجولي يا بيبي. شوي 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 شو بتتفقدي فيها كأنها كانت بالشارع قاعدة ببيت جدها؟ اشتقت لها يعني من الصبح ما شفتها بس مش قصدي. واضح انه حماتي ما بتعرف انه غنوة اخذت بدور معها على الجامعة. معناتها هي وين كانت طول هاي الفترة وهي عاملة حالها بتعمل بيبي سيتنج لبدور؟ تيما 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 معلش يا ماما تعديني تيما 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 تيما. أنا لازم أضل وسيط عشان أضمن إنه ما يصيرش أي مواجهة بين الجبهات، لأنه عياره بلش الطخ وصار مواجهة مع الجبهات هاي كلها القصف كله راح يجي فيي أنا، وأنا ما بدي أي قصف يجي فيه. أنتي إيش عملتي أنتي وبدور اليوم؟ قولي شو ما سوينا. شوفيها كيف نايمة من التعب. سوت كل شيء عجبت. طيب أكلت من الأكل اللي أنا جبت لها إياه؟ لا طبعاً طعميتها من الملفوف اللي أنا عملته. أكل ستها مش أكل المستشفيات.
يعني فوق ما إنها أنكرت إنها تركت بدور مع غنوة طول اليوم، لا وعينك عينك قاعدة عم تحكي لي إنها طعمت بدور ملفوف. غنوة أختي غنوة، أخبارك؟ تمام منيحة. صح تتذكر صوفيا؟ صوفيا؟ مين صوفيا؟ اللي حضرنا عرسها السنة الماضية. هي أخت أحمد الهبيلة. مالها؟ طلقت عشان ستاتوس على الفيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. وانت شو عرفك؟ ماما شافت خالته سناء اليوم بالصبحية حكت لها. وانتي انتي ما كنتي بالبيت لما غنوة اخذت بنتي وراحت على الجامعة؟ شو؟ غنوة اخذت بنتي بدور وراحت على الجامعة. انا حاسس انه مو يعني انتي ما كنتي فيها تصغير ورحتي فيها على الجامعة؟ لا يعني ما كنت تعرفي اصلا. ليش بتعرفي على صحباتك؟ هذي على الجامعة. ليه ما قلتي لي؟ ما قلت لك ليه ما قلتي لي؟ ليه؟ كثيرة هاي انت بتعرفي على صحباتك؟ لا شادي قلتي عم شعيب مو صحباتك؟ يا جماعة هي طلعت لي اياه شفتي؟ يا جماعة غنوة اخذت بنتي على الجامعة. يا جماعة بعدين امشي روحي. هذا هو اللي كنت خايف منه. تلبس يا معلم. عندي لكم سؤال، بتعرفوا شو يعني في ميل مش ميل؟ اوعى تنسى يا ناس في ميل جديد مش هي ميل يا صاحبي. في ميل في ميل في ميل. اعطيني مكبس. عندك مكبس؟ رجالي زي ما فهمنا شو يعني فيميل. الطب مسكت جوجل.